تطور عسكري مفاجئ في الساحل الغربي. قوات الجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف حققت تقدما كبيرا باتجاه مدينة الخوخة، وسط أنباء عن سيطرة هذه القوات على المدينة التي تشكل أولى المناطق والبلدات التابعة لمحافظة الحديدة. الأنباء الواردة من الخوخة تفيد بأن قوات الجيش دخلت إلى المدينة، وأنها تقوم حاليا بعملية تمشيط واسعة للجيوب المتبقية لقوات الانقلابيين في هذه المدينة دون أن يتسنى الحصول على معلومات مؤكدة من مصادر رسمية. وصل إلى جبال مران، يشاء من يشاء وأبا من أرى، لازم يسلم، لازم يسلم أو يخرج من الأرض أو نخرج عريان. ويأتي هذا التطور العسكري الكبير للجيش الوطني في الساحل الغربي بعد سيطرة الجيش على مناطق متعددة في يختل والزهاري وجبل حرزين الاستراتيجي شمال الهاملي، وهي مناطق تابعة لمديرية موزع في محافظة تعز. قيادات الجيش الوطني أفادت بأن ميليشيا الحوثي تقهقرت أمام تقدم الجيش بعد عملية وصفت بأنها مفاجئة بدأت في منطقة الهاملي وشهدت انضمام مقاتلين موالين للمخلوع صالح في هذه الجبهة. العملية العسكرية المباغتة دفعت بالميليشيا إلى التقهقر والفرار باتجاه معسكر أبو موسى الأشعري إلى الشمال من الخوخة. وبحسب مصادر عسكرية في الجيش الوطني فقد شهدت المعركة مشاركة فاعلة من قبل طيران الأباتشي والقطاع البحرية التابعة للتحالف، ما قدم إسنادا قويا للعملية العسكرية التي نفذت بمشاركة كبيرة من ألوية الجيش الوطني. حصيلة المعارك التي دارت خلال الساعة الماضية في جبهة الخوخة 20 قتيلا من ميليشيا الحوثي، فيما وقع 11 آخرين في الأسر. إلى ذلك شهدت جبهة ميدي الواقعة إلى الشمال من الساحل الغربي خلال الساعة الماضية معارك ضارية أسفرت عن مقتل 15 من ميليشيا الحوثي. وبحسب مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة فقد شنت ميليشيا الحوثي هجوما على قطاعي اللواء العاشر والثاني حرس حدود جنوب شرق جبهة ميدي استمر عدة ساعات، تكبدت خلاله خسائر فادحة في العناصر والعتاد قبل أن تنكسر مهزومة.